صافي بليزير كي تشوف كيما هكا ولاد حوما يلعبوا في رحبه، تسمى حاجه مليحه هذه. بيان سير حنا قلناها وعاودناها، كاين غير ربي سبحانه اللي ما يغلطش. ان شاء الله حنا نتمنوا كاع من يعاونوا ان شاء الله، مازال راه صغير ومازال الله غالب بالك كاين امور وخلاتها يدير هذه الحاجه. حنا ان شاء الله نتمنوا باش ينقصوا لها العقوبه ويعود الملاعب ان شاء الله، باسكو عندها امكانيات كبيره. سما كيما نقولوا خساره الكره القدم الجزائريه، حنا ان شاء الله نتمنوا يعاود يولي، ورانا معاه حتى كيما قال لك حتى الدقيقه الاخيره ان شاء الله. بون كيما يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الدعوه هذه. بون توجو راني مع اصحابي هنايا، مع لي زونسيان جوار، مع لي جوار تاع ال ام سي او تاع لي زوتر كلوب، انا نلعب والحمد لله ريحت مع ديك لابيسي اللي كانت عندي. دروك راني نريبروني نورمال الحمد لله يا ربي. تلعب العام الجاي؟ غادي نسني العام الا كتب الله. إلا كتب الله مازال ما بانتش. شوف شحال من انسان دار غلطه في حياته ما بلا ما نسيت لي نو، هو ثاني غلط. احنا نطلبوا جوار كيما هذا بارمي لي ميور جوار دالجيري، نطلبوا كيما يقول لكم الاتحاديه تشوف حل، نطلبوا منهم. انا نقول لك راني نقول لك بلي نطلبوا منهم تشوف هذه الاتحاديه حل هذا اللاعب وما نسمحوش فيه، وهذا انسان صغير وغلط، وكيما يقول لك غير ربي سبحانه اللي ما يغلطش. احنا نتمنوا له كيما يقول لك يعاود يولي بسرعه الميادين ان شاء الله. وكما يقول لك عندنا ثقه كبيره في الرئيس الاتحادي سي محمد روراوة، ان شاء الله يكون عنده دعم لهذا اللاعب ان شاء الله. بيان سير وهران ولا الغرب ولا كاع لاجيل معروف كره القدم، سيتو هنا في وهران كاين بزاف اللاعبين اللي يلعبوا خارج ولايه وهران. سما هذه حاجه مليحه اللي غادي تعاون بزاف الناس اللي يديروا كوراج كلش باش يلعبوا زي في الشامبيونات تاع. كاين امكانيات بزاف، كاين لاعبين اللي يلعبوا تحت عندهم امكانيات بزاف، انا نشوفهم ان شاء الله كاين ناس يعاونوهم باش يروحوا يلعبوا بعيد ان شاء الله. يوسف ما نسمحوش فيه، راه ولد حومتنا سما كبر معانا وكلش كيما بالخيطر مازاري لا مالي بالرمله. سيتو اليوم مي نشوفوا لاعب من باتنا جا لعب معنا، هو لاعب هيريات وكلش، سما حاجه مليحه حاجه اللي تفرح وكلش. سما يوسف توجور يكون عندنا امكانيات كبيره كلش، ان شاء الله كاع اللي داروا حاجه ما كانش اللي غلط، الناس يشوفوا يسمحوا لهم كاع اللاعبين اللي داروا، وان شاء الله نشوفوا كيف باش هذه العبره كاع الناس، باش الناس ما تزيدش تغلط وكلش. حنا ماناش نعاونوا على هذه، حنا ضد هذه، حنا نسيو باش نشوفوا كي نعاونوا الشاش راه صحابنا لو بغا مباراه هكا نلعبوا معهم معاونا بزاف هذه. يا سليم راك وضعيتك مع سالي غيزان، سمعنا بلي تحصلت على فسخ العقد. هي حاجه الاولى سما نشكر سما الانصار تاع السريع غليزان اللي ديت معهم سما 6 شهور هذه في الروتو اللي رحبوا بيا كلش. انا درت الماكسيموم تاعي اللي عاونتهم بالاكسبيريونس اللي عندي كلش، هما اللي على بالهم بلي مع المسؤولين وكلش. انا تفاهمت معهم باش من نجي نلعب معهم سيمو سما باش نقد فريق نعاونهم بالصعود، وتفاهموا الوضعيه لعبت معهم سيمو مع الاخر لحظه خرجوا معايا رجال وكلش، كيما تفاهمت معهم مدوا لي كواطي ورحت. وين نعرف الوجهه المقبله؟ الوجه اللي كونتاكت الحمد لله راه كاين، ماغري كنت كان عندي الاولى بكوا ما كنتش لي، الناس كانوا يعيطوا لي، كان عندي اتصال من قسم وطني اول ثاني للفرق اللي تلعب على الصعود. دروك نزيد ندرس العروض هاد الايامات ان شاء الله ونشوف اللي فيها خير ان شاء الله. هناك امكانيات عوده الحراش مع عوده العايب شرف؟ هذا تبقى الرأي انا ماذا بينا سما هذه المكاتب كلش تعاود الحرش حرش راه بيتي الانصار نبغيهم يبوني سما الحال تبغي تبقى عند الرئيس والشارف وكلش. مازال نشوفوا من قدام ان شاء الله واللي فيها خير بيجيب ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صحه سليم.